ونبينا صلى الله عليه وسلم سأله، أي سأل ربه في الدنيا، فأعطاه الله عز وجل كثيرا من سؤله، ومما لم يكتبه الله عز وجل لنبيه وقد سأله نبينا ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، لكن الله عز وجل أخبره أنه قد قضى أمره وأن الله كتب أن هذه الأمة بأسها بينها، كما يرى اليوم من احتراب المسلمين واقتتالهم وتفرقهم طوائف شتى، فالعاقل ينأى بنفسه عن ذلك كله ولا يقربن الفتن ولا يلقي بنفسه فيها، ودماء المسلمين معصومة لا ينبغي لمسلم أن يتجرأ عليها ويكون له ولوغ فيها.